L'armée a l'habitude de présenter sa situation sécuritaire tous les mois. إن قوات الدرك الوطني عززت جهودها في الآونة الأخيرة وتقوم بدوريات تمشيط واسعة على مستوى البلاد، وهذه هي حصيلة الدوريات الأمنية التي تم عرضها للصحافة العامة والخاصة، وهي 12 متهما بارتكاب جرائم مختلفة وضبط سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع تابعة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى الممنوعات و25 دراجة نارية وأسلحة نارية خفيفة. ونؤكد للرأي الوطني بأن الاستراتيجيات التي وضعتها قوات الدرك الوطني أصبحت فائلة وأزالت بعض من مواقع الإصابات الإجرامية، وستواصل القوات في العملية الأمنية للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم. وأحث أيضا المواطنين إلى المساهمة في العملية الأمنية وإبلاغ رجال الأمن في حالة اكتشاف حالات يشتبه بها.